إذا إلى ستارتنج بلوك والأربعة في ال 400 متر سيدات. والاستعداد للانطلاقة لمنتخبات المغرب، الجزائر والبحرين. أربعة في الأربعمائة متر، تتابع سباق جماهيري مشوق ومثير، سنتابعه بعد لحظات. في ظل وجود أمينات جمال وأديكوا أوليكواني من البحرين للمتابعة. أيضا للرجال أيضا ننتظر النهائي. والآن السيدات إلى ستارتنج بلوك والانطلاقة لسباق أربعة في الأربعمائة متر، تتابع. لحظات وينطلق السباق، استعداد وانطلاقة ناجحة لسباق الأربعة في الأربعمائة متر، تتابع. والتقدم حاليا للمنتخب البحريني ممثل في أديكوا أوليكواني أمام المغربية. أتتقدم المتنافسة البحرينية أمام نور النادي من المغرب. البحرين في المقدمة، الجزائر ما زالت بعيدة في المنافسة على مستوى الأربعمائة متر الأولى. المنتخب البحريني مستعد دائما على مستوى جميع السباقات، شأنه في ذلك شأن الرجال أيضا. السيدات يتألقن، والمنتخب البحريني مازال يتقدم على المنافسة المغربية والجزائرية. المغربية تحاول التجاوز في مستوى الأربعمائة متر الأولى، قربنا من خط الوصول وتسليم المشعل والانطلاقة السريعة أيضا للمنتخب البحريني كالعادة. المغربية ما زالت في السباق، والجزائر تحاول الالتحاق أسرع بقليل. المتنافسة الجزائرية الثانية في الانتظار، ما زالت المقدمة بحرينية على غرار جميع السباقات. أمينات جمال تقود هذا السباق البحريني بامتياز أمام المتنافسة المغربية ونظيرتها الجزائرية. إذن إلا إذا حدثت مفاجأة على مستوى التسليم والاستلام. أعتقد المغربية الآن على مستوى المنعرج تحاول التجاوز. ممتاز الأداء من المغربية نور النادي تحاول الاقتراب من أمينات جمال. ما زالت البحرينية في المقدمة والجزائرية والمغربية الآن تتجاوز. ممتازة جدا الانطلاقة المغربية ومحاولة تجاوز المتنافسة البحرينية. إذن المغرب تقود هذا السباق وتفاجئ البحرين. المغرب تقود السباق وتفاجئ البحرين على مستوى الأربعة في الأربعمائة متر، تتابع. ممتاز هذا الانطلاق المغربي على مستوى التسليم الثاني والثالث. المغرب تفاجئ البحرين في سباق بحريني بامتياز منتظر، لكن المغرب الآن أمام الفرصة لإنهاء هذا السباق والفوز بالذهبية. إذن انطلاقة سريعة جدا من رزقي المغربية. رزقي المغربية تتقدم بقوة وتمنح التفوق لزميلتها لحسم هذا الحوار. إذا تنطلق المشاركة المغربية قبل الوصول المشعل إلى المتسابقة البحرينية، والانطلاقة السريعة في محاولة للالتحاق البحرينية. طبعا أديكوا أوليكواني، هل ستلتحق بالمنافسة المغربية؟ أعتقد المغرب لديها فرصة كبيرة للفوز بهذا السباق الذي كان منتظر أنه يكون بحريني. إذن لهالي سلمى تواصل التقدم بقوة. لهالي سلمى المغربية تتجاوز الجميع أمام جيبيت روث البحرينية وتتوج معها المنتخب المغربي بذهبية الأربعة في الأربعمائة متر، تتابع أمام البحرين.
ثم الجزائر. إذن ألف مبروك للمنتخب المغربي. فريق المغرب للتتابع سيدات يحتفل بالإنجاز، وطبعا فنيا وتقنيا عماد ياسر تريكي واصل التألق على مستوى الوثب الطويل. احتفالات المغربيات، وهذا النهائي وآخر اللفات. طبعا تأخر المنتخب البحريني في اللفة الثانية كلفه الميدالية الذهبية. تكتيك صحيح 100% من المنتخب المغربي، يعرف أنه في النهاية لا يمكن الإطاحة بالبحرينية جيبت روث، فكانت الخطة تجاوز البحرينيات منذ اللفة الثانية ووضع كل المجهودات قبل الوصول إلى اللفة الرابعة. نجاح مغربي آخر يسجل هذه الأمسية على المضمار في انتظار الأربعة في الأربعمائة متر رجال أيضا، والحظوظ مغربية عمانية وأيضا جزائرية. إذن المغرب ثلاثة التي قامت به في التتابع. نعم. التتابع كان له دور كبير في التتابع في الأربعة في متر، يعني كان صراحة يعني سباق مشوق، وسباق كان صراحة عملت فيه مجهود كبير، وخاصة لما شفنا سباق الأربعة الأربعة متر. لما تكلمتك عن نورة النادي، نورة النادي. لو يعودون لنا سباق الأربعمية متر تتابع سيدات، أربعة ثمانية سيدات، ونشوف اللاعبة الثانية. نعم. إذا أمكن اللعبة الثانية، اللعبة نشوف السباق كامل. نعم. ونشوف كان اللعبة الثانية نورة النادي اللي قلت لك عنها، هذه مستقبل المغرب في مسابقة الأربعمية حواجز. ويا ريت لو بطلنا أسد الأطلس في ثلاث متر موانع يتبناها معاه، يشوف وكيل أعماله خليه تشارك في بطولات يعني على مستوى الجائزة الكبرى، ومن ثم تتألق وتتصح في الدوري الماسي. ولما لا، لأن أشوف بطل على مستوى عالي صراحة. نشوف الآن هذا السباق، طبعا هاي بداية السباق. راح نشوف كيف يعني ضيقت الفارق اللي هي نورة النادي من المغرب. نشوف الآن البحرين هي مصدر هذا السباق في المركز الأول لحد ما هذا من طلعت السباق، ومن ثم تغيرت المعطيات مع النادي. نعم، وتكلمنا معك تحت الهواء انك هذا البطله نور النادي لها مستقبل مشرف كبر على مستوى الاربع متر حواجز. هي الاربع حواجز وكانت يعني بين قوسين تاهل لبطوله العالم، سجلت في البطوله العربيه اللي فاتت 54-98 ورقم التاهل 94، ولذلك راح نشوف الان لما تستلم العصا في المركز الثاني. لا نترك هذا. نعم، هذه هي. ايوه هذه هي النادي، هذه النادي الحين المركز الثاني. نعم، المركز الثاني، وهي من غيرت المعطيات. غيرت المعطيات. نعم، واضح. على كل نواصل متابعة هذا المرور الثاني، أقول في الأربعة في الأربعمائة متر تتابع. هنا تغيرت المعطيات، شوف كيف الفارق بين الأولى والثانية. الأولى هنا البحرينية، وشوف كيف رول النادي نور النادي المغربية غلصت الفارق، ومن ثم أعطت الفريق بأنه يعمل تشجيع للثالث والرابع من هذا السباق، وأصبحت المغرب هي اللي فازت بهذا السباق على اعتبار أنها سجلت 3:35.71. نعم. شوف رون هذا الآن، شوف كيف الفارق، شوف كيف وصلت الفارق ما بينها. شوف كان هناك في حوالي 15-20 متر، والآن كان الفارق كف متر أو مترين. نعم. ومن ثم أعطت فارق صراحة، هذا يعني مجمل. نعم. أو تخليصة اليوم النهائي لألعاب القوى في الدورة العربية.